بيع عبيطة تبيع حريتها عشان راجل يطول ايده عليها، وفي الاخر يبليها بعشر ريال وتتلاقي هي فيهم، وهو يروح يشوف نفسه ما هو راجل 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 راجل. مبروك يا طن. الله يبارك فيكي. ربنا يجعل اخر الاحزان ان شاء الله. مش قادره ابص. كنت عارفه انك مش ممكن تتخلي عني في يوم زي ده. صح صح، هو الواحد ليه ايه عند صاحبه؟ وبعدين مش لازم اقف معاكي في محنتك يا خايبه. صوت ما اقدرش يقعد دقيقه واحده من غيرك. حاسينك تتسلي في الفرح بقى. هو انت يا طنط مش اتجوزتي قبل كده؟ طبعا اتجوزت، ما خلفتها ازاي؟ طيب وما نصحتهاش ليه؟ هتعملي ايه يا سوسو؟ برضه هترمي الورد اللي انا جبتهولك؟ ايوه، ما كل العروسات بتعمل كده يوم فرحهم، دي عاده فرعونيه. ايوه بس انا طالع عيني لما جبته. طب إيه لما يبقى يقع على راس اي حد اجري وراه وهاته. انتي بقى حلال فيك الجواز. يا ريت يا ريت يا حبيبتي. يا نهار اسود. انا بعتهولك اهو دلوقتي. ها حلو؟ اوكي. لا 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 لا، دي دبانه دبانه جنبي. طيب بصي عليه وكده. طيب بصي عليك وكلميني. يلا باي. بحبك. ميتو يا بيبي. ميرسي يا حبيبي. يلا هناكل ايه بقى؟ داني احنا بقالنا قد ايه مع بعض؟ خمس دقايق. لا مش قصدي، من ساعة ما حبينا بعض يعني. انا هاخد بيكاتا. ناني. خلاص بقى ما تقفش، يعني قول ايه خمس ست عشر سنين كده. طب وبعدين؟ وبعدين بقى انا هاخد الحلو، عندهم هنا مش شوكولاي يجنن. انا مسافر. تيجي بالسلامه يا بيبي. لا انا مش مسافر مشوار وراجع، انا مسافر اشتغل في دبي. واو، انا كمان مسافره بكره، عندي مؤتمر في باريس. وانت بقى تقضي حياتك كده كلها سفر؟ تفضلي عايشه لوحدك؟ لا، معايا الموبايل بتاعي والايباد وكلبتي. مش ناويه تتجوزي بقى؟ عندك عرس. والله هو انا ليه كل ما اجيب لك سيره الجواز كده بتعملي فيها عبيطه؟ آه قلبي مش عارفة ليه قلبي اتقبض كده فجأة. هو أنت كنت بتقول حاجة؟ كنت بقول يا ستي إن أنا عاوز أتجوزك، ولو وافقتي هأجل سفر أسبوع نتجوز وبعد كده نسافر مع بعض على دبي. وبعدين بقى في سدة النفس دي، جواز إيه؟ وأسيب شغلي وبيتي؟ ويا ترى الجواز ده بقى كومبو والخلفة في الباكج؟ ها؟ وجسمي يبوظ وأقف في المطبخ وشعري، ما فكرتش في شعري؟ لا والله أنا آسف، ما فكرتش في شعر حضرتك. يعني أنت بترفضي؟ لا برفض، دي كلمة صغيرة جدا من أربع حروف، لكن أرفض خالص مالس نيفر إيفر نو بيبي بيكول. بيكول إيه؟ أنا عادي خمس سنين. فاين هستناك. وبعدين هما الخمس سنين إيه؟ ما إحنا بقالنا مع بعض 10 سنين، حسيت بيهم؟ لا ما حسيتش. شفت؟ ما حسيتش. على فكرة أنت ما طلبتش حاجة. لا طلبت، بس واضح اللي طلبته مش موجود في المنيو. مش في المنيو؟ وطلب لحمة راس ولا ايه؟